نبدأ مع حضراتكم أخبار الكورة المحلية من عند نادي الزمالك، ويخوض الفريق النهاردة التمرين الأول والوحيد ليه في العاصمة الكاميرونية يواندي استعدادا لمواجهة بطل تشاد في دوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أنها تقام مباراة الزمالك وإلاكت بطل تشاد بكرة إن شاء الله الساعة 5 بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد أهيجو في العاصمة الكاميرونية يواندي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. كمان تقرر أنها تقام مباراة الفريقين في الإياب الساعة 8 يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.